نفذت التذاكر المخصصة لمناصري شبيبة القبائل في نهائي كأس الجزائر لكرة القدم أمام مولودية الجزائر المقرر يوم الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في وقت قياسي بعد طرحها للبيع يوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو حسب ما أكدته إدارة النادي القبائلي والتي قالت أن المناصرين الوافدين من عدة نواحي من منطقة القبائل ومن بعض ولايات الوطن قد حرصوا على التواجد في أوقات مبكرة أمام باب ملعب أول نوفمبر بغية الحصول على التذاكر الخاصة بنهائي هذه المنافسة الشعبية. هنا قلا نسد الساكيز القوة قلا قطسي هنا ذاك إن شاء الله أنا وليتي كيلا وكم بس كوزا قتيل هنا تداريدو إن شاء الله عندهم تاريخ كبير وماذا بينا تكون الأخوة بيناتهم والميركي قال وإن شاء الله تربح جيس كان زوج مئبوسي كوني نسد سقواضيين أثن يضروا خسارة في اللي تيكي أسليني غير اللي جوار نجي أسكا ماذا ولم بلا فيديو يكي صفر حتى نادق نصف حرب مجبور على رجينا والحمد لله دينا اللي تيكي وإن شاء الله الله كوب السادسة إن شاء الله يا رب أنا جيت متزاير على 5 تاع الصباح كنت لهنايا راني شيت تيكيات مارشي نوار باسكو باعو قال كيبيعو دو تيكي بار بيرسون راه مدو دي